ليس كل من نطق في علم من علوم الشريعة أنه على هدى، كلا، إنما هي أقوال وعلم يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق منها الكتاب والسنة فيقبل وما خالف يرد. وهذه أقوال الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نقل عنهم أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعدل عنها إلى رأي من آرائهم. أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث فعلى العين والرأس. الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله يقول: أشهدكم أنه إذا خالف رأيي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عقلي قد ضل، فخذوا برأيي واضربوا به عرض الحائط. فهذه أقوالهم تواترت على عرض آرائهم على الكتاب والسنة، وهذا هو منطلق قاعدة الشرع التي قال عليها الصلاة والسلام في حجة الوداع، كما عند مسلم في خطبة عرفة قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا، كتاب الله. زاد مالك في موطئه: وسنتي.